والآن وصلنا إلى دار غسان فيضي. الكارمات من البلد اللي بعيد. من نص ما كنت من نص البلد ما شاء الله كان شعرك أسود يا غسان. مصور تنصور ستة. وإحنا بيننا غير ستة. رحمة الله عليك ما أحسنك كانت. كلها أخلاق. كيف حالك يا ستة؟ كيف صحتك؟ شاورني حالك. في فتحية فتحية بخير بتسلم عليك إن شاء الله. مرحبا كيفك؟ تعالي احكي احكي لنا كلمتين. ديري اسمي. شو اسمك؟ ريام بشير. ريام؟ شو معنى ريام؟ بعرفش. تعرفيش؟ طيب احنا بنفتش عليها بالقاموس العربي وبنحاول نطلعها لأنه اسم المعنى تبعها مش عارفينه. كيف يا حرام مليحة 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 والله نشيطة قوية مليحة مليحة كلهم بسلم عليكم الله يحفظك وانا بسلم عليهم الله يسلمك انت يا صادق شهرين شهرين تليل شهر ولا صحت مليحة نشيطة قوية مليحة مليحة كلهم بيسلموا عليكم الله يحفظك وانا بسلم عليهم الله يسلمك انت يا صادق لا شهرين شهرين هذا معاد تلين شهرين في شو رأي شيء طابة العيش بنطور يا باي كدش فيها مشاكل والطريق بدنا نروح من دارنا على دار ابوي كل ليل المغربيات بسكر الشوارع واليوم يسكر هون اليوم بدرا ما حد رايح ولا جاي وين بدنا نروح تعال انت شو اسمك سلام سلام يا عيني عليك ما شفتني متذكرني شفتني في امريكا لا انا لينا نبيل اوه ابن نبيل ما شاء الله مزبوط ولا انا بكت ما هو بقولي اولاد بيقلي لي انت ابن نبيل كيفك عمو منيح تمام تمام هيني شايفك العادي شايفك الكاميرا شايفك كمان اخبار نو بشوف الشيء طلع هكا الله يرحمك الله يرحمك كيف يا مريم يا سعد الحمد لله منيحه تمام بتسلم عليك يا حرام تسال عن ام بسام يا هلا يا هلا في مين ها ام نبيل تريس ام نبيل يا حرام يا حرام سلام يا سلام هاي بيصور الحمامات فوق شوك انه عم فاسين يا سلام مش شايفين ولادتهم جوا اينهم سامع صوتهم وهذه بيت حينا صورها من هون تمام تمام هذه اللفتة قديش لحظة شوي
وين كانت خراب؟ شو قدين؟ يا خسارة خسارة ما بعدها خسارة، كلها مستعمرات إسرائيلية على حدود